حبات المطر حكاية من التراث الفنلندي. لقد نجحت. إنه قارب جميل يا ريكي. صنعته بنفسي. هيا ريكي، هيا نلعب. اليوم أنا مشغول، ربما في يوم آخر. إنه نشيط دائما. يا سيد حداد. أوه صديقي الصغير ريكي أتى. تريد شايا؟ قاربك مصنوع بمهارة. غدا سأخذه إلى الجزيرة وأجربه. نعم سوف أتسابق مع قارب والدي. مدهش، ولكن إذا كان الطقس جميلا طبعا. طبعا سيكون الطقس جميلا جدا طبعا. من الصعب معرفة ذلك. لماذا؟ انظر إلى السماء كيف هي متلبدة بالغيوم. كلما بدأ هذا الجرو يأكل العشب هطلت الأمطار. انظر. مستحيل، أريد أن أذهب غدا. أرجوك يا سيد حداد اجعل الطقس جميلا، أرجوك. وكيف أفعل ذلك؟ أستطيع صنع المسامير وحدوة الحصان. انظر إلى السماء كم هي متلبدة بالغيوم. هذا صحيح، الغيوم تشبه يوكا. هو المسؤول عن الغيوم. انظر يا بني، انظر هناك. أين هو الآن؟ أخبرني. في مكانه المعتاد. هكذا. كما قلت لك، جعل اليوم جميلا أو ممطرا من اختصاص يوكا ليس أنا. هل سيستطيع ريكي أن يذهب ويلعب مع والده؟ بدأت تمطر في تلك الليلة كما تنبأ الحداد تماما. حسنا سأبخر مع المطر. نعم. أتساءل، هل بمقدور ريكي أن يبخر ماء المطر؟ طبعا لا، ولكنه ريكي ويحب المزاح. لقد بخرت المطر. ولكن هل يمكنني أن أبخر كل المطر؟ أيها الصغير، ماذا تتمنى؟ من أنتم؟ من أنتم؟ أخبروني، من أنتم؟ نحن حبات المطر، نحن حبات المطر. من يبخرنا يصبح مالكنا. حقا؟ وهل ستفعلون ما أطلب منكم؟ نعم، أي شيء. إذن هل ستأخذوني إلى يوغا ملك الغيوم؟ كما تأمر. اسعد على هذا القماش. بدأ حلم ريكي في تلك الليلة. يا إلهي. ما هذا؟ أين أنا؟ أيها الصغير، لقد وصلنا. شيء عجيب،
كيف تظهر النجوم في ليلة ممطرة؟ ها؟ هذه أول مرة تظهر فيها النجوم في مثل هذا الجو. أنت الذي أخفتني بصراخك العالي. نعم، لم أقصد إخافتك، أتيت لأطلب منك معروفا. ماذا؟ طفل مثلك يطلب مني معروفا؟ شيء غريب. أرجوك اجعل يوم غد جميلا، أرجوك، أريد أن أتسابق مع أبي. أليس هذا يوما جميلا؟ المطر مفيد للحقول الجافة، أين تجد طقسا جميلا كهذا؟ إنه جميل، لكني لا أستطيع الذهاب إلى الجزيرة. فهمت، هذا لا يكفي. هيا، لا وقت عندي لسماع صغير مثلك، أنا مشغول. هيا. يا إلهي. كيف حدث هذا؟ ولكن لا تفعل ذلك أرجوك، لا تفعل. ما هذا؟ ماذا تقول؟ أنت بالتأكيد تطلب مني الكثير. كما قلت لك سابقا، سأذهب إلى الجزيرة لأبحر بقاربي. يجب أن تكون الشمس مشرقة ودافئة، ويجب أن يكون هناك هواء عليل. افعل ما تشاء، اذهب والعب بقاربك، أنا لا شأن لي بك. هيا. ولكن هل أنت راض بما قلت؟ أرجوك. ها؟ سوف تندم، الكبريت موجود عندي في البيت. وماذا يعني هذا؟ إذا لم تسمع كلامي فسأبخر كل الأمطار، أتفهم؟ إنك شجاع، صبي صغير في مثل سنك يحاول إخافتي. إني معجب بك. حسنا، انتظر هنا. رائع، هذا يكفي. سيكون الطقس جميلا بإذن الله. هيا اذهب يا بني، اذهب. صحيح، إذا سأساعدك. انظر إلى شروق الشمس، أليس جميلا؟ أحمق، لا يغرنك شروق الشمس، فربما يسوء الجو بعد ذلك. أيتها الغيوم الممطرة، بإمكانك أن تصبغي سماء هذا الصباح باللون الأسود. عندما تكون الغيوم سوداء يكون الجو ممطرا. عصر مشمس يأتي دائما بعد صباح غائم. لا تقف هكذا، هيا ساعدنا. متأسف. هيا توقف، هيا، باستطاعتك أن ترى الشمس. حسنا. يا إلهي أنا منتهش، أين أنت يا أيتها الشمس؟ أيتها الشمس، أنت متسخة جدا، ولكني سأنظفك. هيا أيها الصبي، احضر إلى هنا، سوف نصنع قوس قزح. صنع قوس قزح يشبه الطبخ، يجب أن نستعمل المقادير الصحيحة، ونحتاج بعض الضوء. حسنا، هذا يكفي، يكفي. هيا، لا تضع الكثير، هذا يكفي. سنقوم بصنع أكبر قوس قزح رأيته في حياتك. انظر. ألوان جميلة. لقد انتهى هذا. جميل جدا. ريكي، صباح الخير، إنه يوم جميل. لقد تأخرت بالنوم هذا اليوم، لماذا؟ لقد حلمت بأن يوكا قد جعل اليوم مشمسا يا صديقي. نعم. لقد أصبح حلمك حقيقة، فالجو جميل هذا اليوم، لا شك أنك فرح بذلك. هيا استمتع بيومك.
ريكي هيا يا بني هيا بسرعة. حسنا، إلى اللقاء سيد حداد، استمتع باليوم المشرق الجميل. يا له من صبي ظريف. وهكذا استطاع ريكي أن يبحر بقاربه مع أبيه، أليس ذلك ممتعاً؟